سائل بيقول يا شيخ متعك الله بالصحة والعافية جزاك الله خير، هل هذا العمل على هذا العمل؟ وقال أتابع الحديث عن الشخصيات، قال لو تكرمت تكلم لنا عن التبرج الموجود في الطرقات وشكرا. التبرج الموجود في الطرقات يا أخواننا من المحرمات، ودي مسؤوليتنا نحن، انت كأب أول أمر ولا أخو لفتاة، دي مسؤولية بالنسبة لك. وربنا سبحانه وتعالى يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في النهاية الفتاة اللابسة في الشارع لبس زيدة، لبس ضيق، لبس معطر، لبس عاري غير محتشم، كل شايفين انتوا ده. في النهاية هذه الفتاة لها ولي أمر، وولي الأمر مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. انت دي زوجتك ولا أختك، انت مسؤول أمام الله، وانت في النهاية بيدك الأمر. لو البنت دي ما لبست الحجاب الشرعي تقعد في البيت، ما تطلع. ليه؟ لأنه ربنا قال وقرنا في بيوتكن. طيب لو طلعت، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا طلعت ما تتبرج. وتبرج الجاهلية الأولى المذكور في الآية كان نساء الجاهلية الواحدة بتطلع اللي هو نحرة الفتحة بتاعت القميص الفوق دي هنا بس بتكشفها دي، ده ربنا سمى تبرج الجاهلية الأولى. طيب حقنا ده يكون شنو؟ كرعين برا وحاجات تانية الناس عارفة ده. طيب حيكون شنو؟ مسؤولية أمام الله. وأي امرأة لابسة لبس زي ده بس تتأمل حديث واحد، رب النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء، قال صنفان من أهل النار لما رهما، ذكر الرجال جل النسوان، قال ونساء كاسيات عاريات. كاسيات يعني شو؟ يعني لابسات هدوم. عاريات يعني شو؟ يعني الهدوم دي بتسترن. كاسيات عاريات مائلات، مائلات يعني منحرفات، هم منحرفات عن الحق، مميلات بجرة مع عين الرجال. لأنه لو جات واحدة فتاة متبرجة ماشية في الشارع بتجهجها الشارع كله، قال مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت زي السنام بتاع البعير بتقلب في المشي لأنها بتتمايل وكده وبتجمل في نفسها. قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. ودي المشكلة هنا، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ريحة الجنة ما يشم منها. وده يا اخواننا وعيد عظيم جدا، المرأة ما تخش الجنة، ودي مسؤوليتك انت. بنتك لبسها ما لبست جوا البيت ما تمرق، انت بتقدر تقعدها جوا البيت ما لبست، والله مسؤولية امام الله. انا الان لو بنتي رفضت تلبس الحجاب بطبولة جوا البيت ما بتطلع، والله لو جات الدنيا كلها ما خلاها تطلع، يا تلبس الحجاب يا تقعد جوا البيت، ده الحكم الشرعي كده. زمان نساء الصحابة ما عندهم غلاط زي اللي بيعملوا نسواننا ديل، تغلطك غلاط وانا وفي عالم افتى عالم بتاع شنو؟ صحابة صحابيات نزلت عليهم الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار ده فوق، قال لا الخمار من فوق ده نزليه على الجيوب بيمر بالوجه، خلاص نزل على الجيب فتحة القميص، بخمورهن على جيوبهن خلاص. طلع النساء الأنصار، السيدة عائشة قالت عليهن أكسية سود يلبسنها كأنهن الغربان، زي الغراب أسود كله جمر، قالت قالت لا يعرفهن أحد نسوان، بس نزلت الآية بالليل طوال الفجر، جن كأنهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها، انتهى الموضوع على كده ما في نقاش. لكنه طبعا الموضوع موضوع عقيدة، أنا بكلمك موضوع عقيدة. الواحد اللي عنده عقيدة كويسة بتلقاها براها بتلبس الحجاب، العقيدة إما تبقى تعبانة الشغل كله بيكون ملخبط، حجاب ما في لولوة، تتونس مع الأولاد بالواتساب وريتك ونسة ساي ونسة ومعها حاجات تانية، والله المستعان. على أي حال دي مسؤوليتكم، وانتوا اللي بتوعوا وانتوا اللي بتلبسوا وتشتروا الهدوم تجيبوها لين البسنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. قلنا اللغة وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.